أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكرر التحية مرة أخرى للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية معنا من بغداد. أهلا بكم دكتور قحطان مرة أخرى. حياك الله أخي العزيز، الله يخليك. في البداية، ما الذي حدث ليكتشف الصدر الآن أن هذه الدائرة الضيقة والقريبة منه فاسدة؟ أكرر الترحيب بكم المشاهدين الكرام والمتابعين. هذه طبعا ليست أول حالة التي نتلمسها من الصدر بمتابعة ومحاسبة المقصرين، ولكن السؤال الأكبر هو أن أين التيار بشكل عام من سلوكيات هؤلاء حتى أصبحوا بهذا الحجم؟ الشيء الآخر أن الذين سبقوا أن تم تشخيصهم بأنهم فاسدون بأنهم فاسدين وتم متابعتهم وأخراجهم لم يتم محاسبتهم محاسبة حقيقية. لذلك أصبح هناك خلل. الشيء هذا أهم هذا وذاك، أن الآلية التي يتم بها المحاسبة هي للأسف الشديد كنا نتمناها عن طريق الدولة والحزب الصدري. إذا ما أراد أن يحاسب أحد كوادره أو أحد قياداته يمكن أن يحاسبه ضمن قانون الضبط الخاص بالحزب كفصله أو تجنيده وما شابه ذلك، وأي جريمة فساد أو سرقة أو مال تحالي للقضاء حتى على قد تقدير. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم دكتور قحطان، لماذا يأخذ مقتدى الصدر دور الدولة التقليدي في ملاحقة ومحاسبة من يعتقد أنهم فاسدون؟ حقيقة لا جواب حقيقة الأمر على هذا الوضع، ولكن أنا كمتابع وكعراق أتمنى العراق أن يتجنب حالة الغطة الجعية الآن التي تمر بها العراق والمنطقة بضوء التصاعد الإيراني الأمريكي، أن على قد تقدير لا تصبح هكذا حالة في هذا التيار على قد تقدير، لأن نحن قد حذرنا كاستراتيجيين من احتمالية مخاطر أو ظهور اختتال ديني شيعي شيعي. لعل هذه الأمور التي قد بدأت لأسباب صحيحة ولأسباب متابعة الفاسدين قد تجير من طبع عناصر أخرى بالاتجاه السيء ويتم تجييرها لصالح وتفسيرات مختلفة، وبالتالي قد تذهب باتجاه آخر، وهذا الذي خشيناه نحن ونخشاه الآن، أن تتمدد الخلافات إلى مناطق أخرى غير التي حصلت في النجف كما حصل اليوم في واسط. إذن نحن أمام حالة غير منضبطة، حالة للأسف الشديد هي ليست كما نتمنى نحن على قصد تقدير أن تكون وفق القانون حتى تأتي أكلها الصحيح وتقلل من احتمالات استغلالها السيء من قبل عناصر أخرى. ألا يعد تدخل الصدر الآن ومحاولة كشف الفاسدين هي الحركة أو الخطوة التي أظهرتهم فعلا للعلن؟ ولولا ربما هذه الخطوة يرى البعض لما ظهر هؤلاء الفاسدون وانكشف بعضهم للعيان. يعني هل يقف موضوع كشف الفاسدين في العراق على تحرك بعض الشخصيات وقادة الأحزاب أو زعماء الميليشيات من أجل إظهار أو وضع كبش فداء لجماعتهم أو لحزبهم حتى تحل هذه القضية في العراق؟ نحن كن منصفين أن الصدر أكثر من مرة قد قام بهذه السلوكية وهذه الآلية، أي متابعة الفاسدين حقيقة الأمر، وتم إخراج بعض العناصر نعم، ولكن نؤكد هنا أننا الآن في هذا الظرف الحالي ندلل أكثر من دالة قد تكون سلبية عندما توصل بها. أولا تعطي دالة أن هناك دولة عاجزة عن القيام بهذه المهمة، إنابة هذه المهمة إلى جهات أخرى حتى لو كانت تنظيمات رسمية حزبية تؤكد ضعف الدولة وتؤكد أقرب ما تقول الشخصنة. الشيء الآخر الثالث والأهم أن هذه الخلافات البينية قد تستثمر بالظرف الحالي لكي تأخذ منحة آخر وتعطى تفسيرات غير التي قامت من أجلها، بمعنى أن متابعة الفاسد بهذه الآلية قد يعطي للفاسد الحقيقي حجة لأن يدعي أن هذا موقف شخصي وليس قانوني باعتبار لم يكن هناك تحقيق في الظروف التي تدينه إدانة رسمية. إذن هذه الآلية أتمنى على أخ الصدر أن يقللها أو يعود إلها واللجوء إلها عن طريق القضاء أو مشاركة القضاء بهذا لكي تقطع دابر الاستثمار السيء لهذه الظاهرة. هل تتوقع أن تكون هناك ثورات شعبية على غرار ما جرى في النجف مؤخرا ضد بقية القوى السياسية الفاسدة التي تتحاصص الدولة ومقدراتها؟ نعم أتوقع كثيرا هكذا الأمور بهذا الاتجاه لسببين أساسيين.
أولا أن هذه الآلية أصبحت فرصة حقيقية للذين استشعروا استهتار بعض الذين لبسوا لبوس الدين ولبسوا لبوس الأحزاب السياسية الدينية، فأصبحت هذه مدعاة للحراك الشعبي ضدهم. واحد. اثنين، والتصفيات البينية بين القوى السياسية الدينية المتناحرة ممكن أن تأخذ هذا أيضا إطار آخر أو مجال للحراك بهذا الاتجاه. لذلك أتوقع أن هناك حراك بهذا الاتجاه سينتشر في مناطق أخرى غير التي حصل فيها اللي حصلت. ولكن مع هذا وذاك، ورغم أنا دعوتي الجادة إلى متابعة الفاسدين ومحاسبتهم، أقول أو أحذر أن هناك إمكانية كبيرة لاستغلال هذه المسألة بالوقت الحاضر سلبيا. دكتور قحطان، كل المتهمين بالفساد من عناصر التيار الصدري وميليشيا جيش المهدي يؤكدون نزاهتهم من هذه التهم، كما زملائهم من العملية السياسية، وحتى مقتدى الصدر أيضا زعيم ميليشيا وعليه كثير من التهم موجودة في العراق، يعني يتحدث عن كشف الفاسدين ومحاربتهم. إذا كان الكل نزهاء أو نزيهين وشرفاء في العراق الآن وكلهم أبرياء، من الذي سطى إذن على أكثر من تريليون دولار أمريكي منذ عام 2003 وحتى هذا اليوم؟ أظن دكتور قحطان خفاجي سطى على مليارات والتريليونات الدولارات التي سرقت من العراق. لا بالتأكيد الذي سطى على هذه الجهات المتنفذة بدون مسميات، ولكن أنا في رأيي الشخصي كل من عمل بالعملية السياسية عليه مسؤولية، تقع مسؤولية تبديد تريليونات الدولارات. هذا ليس جزاء، ولكن كواقع حال في عندما تسرق مادة معينة في مخزن معين، يسأل مسؤول المخزن كقاعدة عامة ويحمل الأضرار ويحاسب هو، وإن كان لم يكن هو سبب أو هو الذي قام بعملية السرقة. الحكومة العراقية هي المسؤولة عن العراق خلال المدة المنصرمة، والقوى السياسية الفاعلة، ذلك هؤلاء يسألون. أما الجميع يتبرأ من المساءلة ويتبرأ من التهم. لماذا؟ لأن الآلية لم تأخذ الرسمية القضائية للإدانة، بمعنى أن في من الناس في الحزب الفلاني لم يتم إحاطة أي القضاء ويتم تثبيت الدلالات عليه ويتم إدانته ثم يتم محاسبته. كنت معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك.